إلى كواليس اختتام الدورة الرابعية للبرلمان بغرفتين، سجلت الكثير من الخرجات داخل أسوار قبة البرلمان، أبطالها نواب الشعب وبعض وزراء حكومة سلال خمسة. التقرير لأحمد مدني. اختتام آخر دورة ربيعية داخل البرلمان بغرفتيه ممتعة في الكثير من اللحظات. البداية كانت من مجلس الأمة، حيث بدأ وزراء حكومة سلال خمسة بالدخول لقاعة الجلسات. وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى جنبا إلى جنب مع وزير المجاهدين الطيب زيتوني في حوار ثنائي، ليقطع عليهم وزير الاتصال حميد دجرين هذا الحوار مصافحا أحد الصحفيين. أما وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت وكعادتها لا تضيع الوقت، فهي تتشاور مع أحد إطاراتها حول مستقبل المنظومة التربوية، ليأتي دخول ثلاثي الجهاز التشريعي والتنفيذي بن صالح في المقدمة وسلال ثانيا. أما العربي ولد خليفة فلم يظهر له أثر إلا في الثواني الأخيرة. استهل بن صالح الجلسة بكلمة ترحيبية أمام الحاضرين، في حين كان الوزير الأول عبد الملك سلال يهمس في أذن ولد خليفة، ربما مهنئا إياه بنجاحه في تمرير العديد من القوانين الهامة في وقت قصير. قابله ولد خليفة بابتسامة عريضة تحمل الكثير من الدلالات. أما داخل أسوار المجلس الشعبي الوطني، الكل هنا في انتظار وصول الوزير الأول. أحاديث جانبية هنا وهناك بين النواب طغت عليها لغة الوداع إذانا ببداية العطلة. الوزراء بدأوا بالدخول واحدا تلو الآخر، والمفاجأة هو اصطفاف نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أمام مدخل القاعة، وكأنهم في ثكنة عسكرية تنتظر دخول قائدها العسكري. وصل سلال، لكن النائب الأخضر بن خلاف المعارض الشرس استوقفه لحاجة في نفس يعقوب. وصل سلال تقدمه بالتسليم على مستقبله، ليفاجئه أحد النواب بتحية عسكرية خالصة. مراسيم اختتام الدورة الربيعية استهلها ولد خليفة بتقييم الحصيلة، واصفا إياها بالثرية والإيجابية، ليتفرق الجميع وأعينهم وعقولهم متجهة نحو موعد التشريعيات القادمة.